قريت مؤخرا واحد المقال ديال ذا فيرج تيهضروا فيه على الجيش الامريكي اللي كيجرب كاسكات في ار مخصصه للكلاب. الغرض منها ان الكلب يتلقى الاوامر ديال مولاه بلا ما يكون كيشوف فيه ديريكتومون. من تما جاتني الفكره باش نهضروا في هذا الفيديو على الاستعمال ديال الحيوانات في الحروب. بطبيعه الحال الحيوانات الاولى اللي غادي نفكروا فيها هي العودان والمشتقات ديالها بحال البغال الحمير وحتى الجمل والفياله. حيوانات كانوا كيركبوا عليهم الجنود ولا كيستعملوهم باش يديبلاسيو الماتيريال، ولكن كاينين شي حيوانات اخرى اللي تستعملات ويمكن تجيكم غريبه. كما كاينين حيوانات تقدر تبان لكم عاديه انها تجي في الارمي، ولكن الطريقه ديال الاستعمال ديالها اللي تقدر تجيكم غريبه. من بعد ترونسبور اللي مهم في الحرب هو الكوميونيكاسيون. الحيوان اللي كان كيتستعمل بزاف في هذه المهمه هو الحمام، ماشي غير في الحروب القديمه ولكن حتى في الحرب العالميه الاولى والثانيه. بعض المرات كان خاص الرجوع لهذه الوسيله لاسباب تقنيه ولا من اجل السريه. راكم عارفين الحمام كونفيونس. الحمام كانوا كيترينيو به باش يمكن ليه يرجع للدار ديالو واخا تكون متحركه، بحال الا قلتي ما بقاش فيكس ولا بورتابل. بعض الجيوش كانوا دائما كيصيفطوا جوج حمامات بنفس الميساج بيناتهم شي دقيقه ديال الوقت باش يزيدوا في الحدود ديال ان الرساله توصل. وحسب الاستراليان وور ميموريال فاش كيصيفطوا الحمام يا اما كيصيفطوا غير الذكوره ولا غير النتوات، باش ماشي يستخو كيتعرفوا في الطريق وغاديين يبنيو المستقبل ديالهم في شي قنت وينساو الحرب. من الحمام اللي كيتعتبر بطل ديال الحرب العالميه الاولى كاينه واحد الحمامه سميتها شيغامي اللي تابعه اليو اس ارمي سيجنال كوربس واللي حصلت على ميداليه التقديريه ديال لا كرو دو غير افيك بالم، ميداليه كيعطيها الجيش الفرنسي اعترافا بالمجهود البطولي في الحرب. هاد الحمامه صوفات 194 جندي امريكي فاش وصلت الاخبار ديال المحاصره ديالهم من طرف الالمان. فاش كانت غاديه تيراو فيها ومشات ليها رجل وتوعتت في صدرها، وواخا داكشي وصلت الرساله. بحال الا انت كانت بقات لك الشرطه ديال الريزو و1% ديال الباتري والتليفون، واخا داكشي قدرتي تعيط به. شيغامي كانت حمامه ماشي حمام. في الحرب المعلنه كتكون كتعرف العدو ديالك من غير الا خرج لك شي عدو من الجنب. في الحرب العالميه الاولى كانت الحياه صعيبه في الترونشيات، وواحد من الحيوانات اللي كان مكرفس على الجنود هو الطوبه. الطوبات كانوا مكرفسين على الجنود ويقدروا يشكلوا خطر صحي كبير بانتشار الامراض بحال الطاعون. الترونشي هو المكان المناسب للتكاثر ديالهم، كاين التراب والغيس وكتصب الشتا وكاين الماكله، وحتى الجثث ديال الجنود اللي كانت كتدفن وكانوا الطوبات ما تيحنوش فيها. فهاد لي كونديسيون راه الطوبات كانوا مقدرين وصحاح. كانوا الطوبات تيلمو عايشين في رفاهيه حتى الخوف ديالهم من بنادم نقص ولاو ضاصرين. الا كان عسكري بليسي يقدروا يديو ليه رزقو وبالاداب. وهنا فين غادي نهضروا على الحيوانات اللي تستعملوا باش يقضيو على الطوبه. ولا قلتوا لي المش راكم غالطين. المشكل ديال المشاش هو اولا تيصيدوا الطوبات بالوحده، ثانيا تيلعبوا معاهم شويه قبل ما يقتلوهم، وثالثا من بعد كل صيده المش كيقصي الطوبه، يعني كيدير بوز ديجوني تبعها لا سيست. وكما قلنا راه كانوا شي طوبات في نفس الحجم ديال المشاش، يعني طوبه تقدر تقول المش تصب عادي. احسن مصيد ديال الطوبات هو الكلب وخصوصا التيغي. الكلب خدام، ما كيلعب ما كياكل، ما كاين غير اتاك. الطوبه من بعد غادي تدوز من عدو الحليف في الحرب العالميه الثانيه. الجيش البريطاني غادي يستعمل الجثث ديال الطوبات كفخ كيخفي فيه اجهزه متفجره، والمقاومين الفرنسيين غادي يلوحوهم حدا المعامل ديال الاسلحه الالمانيه. العمال ديال المعامل فاش كيلتقطوا الجثث اللي كتبان لهم طبيعيه انها تكون تما كيتم الحرق ديالها. هذه كانت الوسيله السليمه لتفادي تفشي المرض، غير هو هذوك الطوبات المفخخه كتفرقع وكتسبب خسائر المصانع ديال النازي. من بعد مده وفي 2012 غادي يعلن الجيش الامريكي على ابحاث في الدريساج ديال الطوبات للعثور على الالغام لمين، لان الطوبات عندهم حاسه الشم متطوره ومع الحجم ديالهم يقدروا يوصلوا لبلايص صعيبه على حيوانات واحده اخرى. لمين ما كيشكلوش خطر غير في البر، ولكن ايضا في البحر اللي كيكونوا فيه الاندر واتر ماينز. وهنا غادي ندوزو للحيوان اللي استعملته اليو اس نيفي لهذا الغرض بالضبط. ليديز اند جنتلمان، انه الدولفين.
في اطار اليو اس نيفي مامل بروغرام اللي غادي يترينيو بفليبر باش يلقاو الالغام، خصوصا ان الدلافين عندهم واحد السونار اللي كيمكنهم انهم يديبلاصاو في الماء واخا ما يشوفوش مزيان، ويلقاو الاجهزه المشكوك فيها احسن من السونار الكترونيك. في ترونسبور كانوا كيترينيو بالدلافين باش يعوموا مع الباطوات ديال الجيش حتى يوصلوا للمكان المهمه. في هذا اليو اس نيفي مامل بروغرام ما كانوش غير الدلافين، ولكن كانوا حتى الفقمه ديال كاليفورنيا، الكاليفورنيا سي لاين، اللي لعبوا تقريبا نفس الدور كالدلافين. الانسان للاسف في الحروب ديالو جر معاه بزاف ديال الحيوانات اللي بعيده كل البعد عن المشاكل ديال البشر، ولكن رغم ذلك عاونوا الانسان باش يصوفي عدد كبير ديال الارواح وبزاف ديال الجنود باش ترجع سالمه لديورها وعائلاتها. بطبيعه الحال ما هضرتش على جميع الحيوانات اللي كانوا في الارمي، وبغيت ندير فيديو واحد اخر باش نهضروا على حيوانات واحده اخرى. الا كانت عندكم شي معلومات تقدروا تبارطاجوها معنا في الكومونتير، ومهم خبر في راسكم علاش باش تكون فيديو، ديروا لايك وسبسكرايب.